عودة إلى الملف الصحي، حيث باشرت وزارة الصحة الإسرائيلية بتقليل ساعات ورديات العمل للأطباء المتخصصين في أعقاب احتجاجات ترافقت مع تقديم ما أتي طبيب لاستقالاتهم الجماعية، الأمر الذي شكل لائحة اتهام تتضمن عشرات البنود من الاستغلال والارتهان والإهمال والتسبب بالموت بسبب الإهمال. كما يأتي ذلك أيضا ضمن مساعي رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لابيد إلى حل أزمة الأطباء المتخصصين قبل بدء المعركة الانتخابية في البلاد. وفي هذا الشأن ينضم إلينا الآن المستشار القانوني في منظمة الأطباء المتواجدين بمرحلة التخصص مرشام، المحامي غازي عواد. أهلا بك سيدي في البداية وفي أعقاب هذه الأنباء عن بدء تقليل ساعات ورديات العمل، هل أنتم راضون من هذا القرار؟ أولا مساء الخير لك ولجميع المستمعين. طبعا بلا شك إحنا راضيين رضا تام وشامل على الفخر والنجاح اللي وصلنا له. المتخصصين أول نجحوا بنحييهن، الأطباء بشكل عام، الاستاجير اللي هن المتدربين أيضا نجحوا كمان. إحنا بنحكي كمان على الأهم نجاح وصلنا له، هو النجاح مع المواطنين اللي إحنا اليوم تخطينا مرحلة الأخطاء الطبية أو قسم كبير من الأخطاء الطبية، لأنه في عنا نسب كتير كبيرة، إحنا بنحكي على نسب ما تقارب 70% من الأخطاء الطبية اللي أصلا المريض نفسه ما بيعرف فيها. هذا النجاح إحنا اليوم بنعتز فيه ب 12 الشهر ب 12/9، هذا كان يوم تاريخي للأطباء اللي إحنا بدنا نكمل فيه. طبعا في قدامنا بعد في كتير مراحل اللي إحنا بدنا نمشي فيها حتى نطبق كل المخطط. ما أبرز هذه المراحل التي ستعملون عليها في الفترة المقبلة؟ أبرز المراحل هي أولاً أنه إحنا راح نستلم 88 مليون اللي توعد فيهن وزير رئيس الوزراء يائير لابيد، هاي أولاً. ثانياً أنه إحنا راح نفوت على ضواحي البلاد، المستشفيات في ضواحي البلاد راح نفوت عليها تقليل ساعات العمل، وهذا الإشي راح يكمل لمراكز البلاد أي لتل أفيف، رخوفت وإلى آخره. طبعا هذا المخطط هو كان من السابق، لكن بالسابق هن تراجعوا عنه مثل ما حكومات هن تراجعت، مثل ما أعضاء الكنيسة تراجعوا، مثل ما كل آيات كلمة هن حكوها تراجعوا عنها، لكن إحنا كملنا في هذا المسار، كملنا في الطريق المستقيم، وهيك إحنا راح نكمل لقدام أكثر وأكثر. كمان بدي أحكي لك كمان شغلة كتير مهمة اللي الجمهور كمان لازم يعرفها، إحنا اليوم بنحكي على مخطط اللي فيه راح يستوعب كمية أطباء أكبر أكثر. ليش؟ لأنه في عنا إحنا اليوم عدد متخصصين اللي هنا موجودين ببيت هنا اللي هنا عم بيستنوا تكنيم أي الورديات نسميها. هاي الورديات إحنا عشان نوصل لإلها إحنا بدنا ميزانيات، لأنه كل مرة كانوا يدعوا في نقص أطباء ما كانش معروف إيش فيه وراء الكواليس. وراء الكواليس إحنا نحكي على إنه ما فيش ميزانيات، دكاترة فيه، أطباء فيه، مش ناقص دكاترة خاصة بالمجتمع العربي عندنا فائض من الدكاترة، لكن للأسف ما في ميزانيات لإلهم. اليوم إحنا عم نحكي على ميزانيات اللي بتتراوح ما بين ما يقارب 80-88 مليون اللي راح تستوعب أيضا أطباء، وهذا الإشي راح يزيد ورديات، وهذا الفخر اللي إحنا بنعتز فيه اليوم كمان. تقف فقط لتوضيح ربما هذه النقطة أستاذ عواد، يعني من الواضح أن رئيس حكومة تصريف الأعمال يائير لابيد يريد إنهاء هذا الملف بأسرع أو بأقرب فرصة ممكنة ما قبل الانتخابات المقبلة للكنيسة، ولكن ما إن لم يتم تحويل كل هذه الميزانيات، هل هناك أي اتفاق مكتوب موقع تلتزم به الحكومة الإسرائيلية وزارة الصحة بتزويدكم بهذه الميزانيات؟ أولاً يجب التنويه أنه رئيس الوزراء يائير لابيد بعت رسالة مكتوبة اللي فيها هو حكي على إلا وزير المالية، اللي فيها أمر عكس كل استشارة وعكس كل طلب من الوزراء المختصين بأنه هو بيسمح بإعطاء 88 مليون. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية كمان إن إحنا بنشوف إنه وزير الصحة اليوم هو معنا الدعم، هو كان رافقنا بكل الخطوات اللي إحنا مشيناها. وزيرة الاقتصاد كذلك الأمر أعطتنا زي ما تقول يعني الحق اللي إحنا كنا لازم نقدم من البداية، وإحنا عم نشوف كمان خلال الجمعة القريبة علينا إحنا راح نشوف التطبيق هو بلش، يعني إحنا عم نشوف الميزانيات راح تفوت للمستشفيات. وكان في أمر كمان من وزيرة المالية على أساس إنه يعطوا للمدراء المستشفيات
اسا بهذا الوقت يعني بشكل فوري يعطوا تقليص ساعات عمل بضواحي البلاد. احنا بدنا نحكي كمان نقطه كثير مهمه، المختصين اليوم عانوا من كثير اساليب من التهديد المبطن، عانوا من كثير الاحباطات انه مش راح تنجحوا، مش راح انه، وانا شخصيا كمان عانيت من هذا الشيء، وبالنهايه المطاف وصلنا للي بدنا اياه. هاي نقطه اللي هي احنا عن جد بنسجلها، ولهذا السبب احنا بدنا نكمل على هذا الاساس التطبيق اللي احنا جدا متفائل من ناحيه احنا طيب فقط تطبيق لتوضيح أستاذ عواد، فقط لتوضيح أمر تقني ربما يتعلق بهذه الإنجازات التي أنجزتموها، يعني هل ذلك سينطبق على كل المستشفيات في البلاد؟ هل الميزانيات وربما مخطط تحويل الميزانيات سيطال ويستهدف كل المستشفيات في البلاد، خصوصا وأنه قبل قليل فقط عرضنا تقرير يتحدث عن إجحاف وظلم بحق على سبيل المثال المستشفيات العربية في البلاد؟ أول إشي إحنا بدنا نبلش بشكل تدريجي، يعني إحنا ما بنفع إنه إحنا أولاً يعني نبلش بكل المستشفيات، لأنه هذا ما يقارب الشبه مستحيل. طيب بأي مستشفيات ستبدأون؟ احنا بدنا نبلش بالبريفيريا اللي هي ضواحي البلاد، اي لفرضا العفوله، لفرضا صفد والى اخره. بدنا نفرق كمان احنا ما بين مستشفيات حكوميه لمستشفيات خاصه. اليوم احنا بنحكي اذا نحكي على مستشفى الانجليزي في الناصري، الفرنساوي والى اخره، هاي مستشفيات تعتبر مستشفيات خاصه، قوانينها واجراءات القوانين فيها تختلف اختلافا كليا عن المستشفيات الحكوميه، نفس المقارنه مع المدارس الخاصه والمدارس اللي هي تسمى تدعى المدارس الاهليه والمدارس الحكوميه. فالميزانيات اليوم اللي هن معطونا اياها هي تعتبر ميزانيات اللي هي للمستشفيات الحكوميه، لكن احنا بنوقف مع اي مستشفى، لانه احنا بهمنا بنهايه المطاف هي مصلحه الشعب، مصلحه المواطن. بنهايه المطاف احنا كل اللي عم نعمله هو عشان سلامتنا، سلامه المتخصص، لانه سمعنا عن حالات موت، سمعنا عن حالات مرض، سمعنا عن حالات اخطاء طبيه، سمعنا عن حوادث طرق. في كميه حوادث طرق احنا عم نواجهها مع المختصين اللي هن عم بيرجعوا من شغل تعبانين ومتضايقين وعقلهم مخدر شبه مخدر، للاسف بتعرضوا لحوادث طرق اللي هي تقارب ال 50 ل 60%. لهذا السبب احنا مع مستشفى الانجليزي احنا ما بدنا بشكل خاص طبعا، بروفيسور حكيم بنوجه له اهل تحيه كمان من عندكم من برنامجكم، من كل المستشفيات الخاصه وكمان المستشفيات الحكوميه. واهم شيء انا بدي احكي لك اياه كمان، انه مثل ما نجحنا مع المتخصصين اليوم احنا راح ننجح ان شاء الله مع المستشفيات الخاصه. اشكرك جزيل الشكر المحامي غازي عواد المستشار القانوني في منظمه الاطباء المتواجدين بمرحله التخصص مرشام.